الذبابة والبعوضة وال الذبابة والبعوضة وال وشوش الوشوش بعوضة هي الوشوش لما على النحلة اي بل نعتبره كيفاش تو الوشوش نعتبروها جواب صحيح ولا زوز زوز أجوبة صحيحة في 10 ثواني سي محي الدين. يا سي خميس ايوه السؤال يقول سمي 3 حاجات يتحلوا بالمفتاح. يتحلوا بالمفتاح الجازوزة الباب والكهرباء. جازوزة باب الكهرباء في 4 ثواني برافو سي خميس. هاي مع شكون تحب تلعب سي خميس مع سوسن وإلا مع صابرين؟ سوسن مع سوسن. سي خميس مع سوسن سي محي الدين مع صابرين ان شاء الله رابحين يا سي محي الدين ان شاء الله مع صابرين راني معمل عليك يا صابرين ان شاء الله نعمل على ربي ان شاء الله حتى انت راه لازم تعرف تجاوب نقسم ان شاء الله يلا السؤال هذا يا سي محي الدين وسي خميس هو سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو فقط دونك يديكم على البزار البنات سي محي الدين سي خميس تقعدوا تسمعوا فقط تغزروا لي ليا أنا البنات. السؤال يقول شنو اسم الجروب الغنائي اللي كانت فيه فيكتوريا بيكام؟ سبايس جيرل. سبايس جيرل برافو حيت يا سوس صحيتي مش لبسنا كالصبابة الكنتولة ومش عملنا شعرنا ألوين بالمسكرة أزرق على روز صحيح هذاك الجيل متاعنا قمة الحذر. يلا سي خميس سي خميس يلا 30 ثانية سي خميس السؤال هذا على نقطة تتشاور فيه أنت وسوسن تعطيني الجواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول أنا هو الحيوان اللي يشوف من وذنيه الاقتراحات الخفاش الكنجر وإلا الصقر؟ الصوت النورمال مو الخفاش حتى نقول الخفاش يعني فرد هكا فرد إجابة الخفاش حتى أنا أقول الخفاش أوكي الخفاش العب يلا الخفاش الحيوان اللي يشوف من أي نجم ما يراش هو أصلا يشوف من وذنيه هو بالموجات الكهرومغناطيسية جواب صحيح الخفاش جواب صحيح اسمع سيد بداية قوية من الأسطورة ربي يستر الأسطورة ورجعت بقوة حتى وضحكتني عملتي هكا رجع فيا بزوزيدين معناتها يلا نقطة السي خميس مازلنا الصفر من النقاط السي محي الدين مش لازم تفكرنا اللي عنا صفر مرة أخرى يديكم على البزور سؤال أولوية مرة أخرى السؤال يقول أنا هي البلاصة اللي ما فيهاش معهد عالي للرياضة والتربية البدنية بين سوسة والكيف وقفصة سوسة جواب صحيح الأخير 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 يا سي محي الدين نعم 30 ثانية سي محي الدين مطالب أنك تعدل النتيجة تتشاور أنت وصابرين تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول أنا هي الدولة الإفريقية الملقبة بساحل الذهب الاقتراحات الكامرون النيجر والا غانا سي محي الدين تعرفها والله ما عنديش فكره كبيره يظهر لي النيجر علاش قلت النيجر والله هكا بري سنتيمون بري سنتيمون اني الحق مع لي بري سنتيمون مي ابري برا كان تعرف صابرين ما عنديش فكره ليه ولا ما عندي شنو ما الاقتراحات الكامرون النيجر غانا اي جاوبني وفي التوقيت نيجر الدولة الافريقية الملقبة بساحل الذهب تدخل الكامرون لا هي الكامرون ولا هي النيجر للأسف هي غانا ميسالش المباراة مازالت متواصلة سي محي الدين مازالت المباراة متواصلة فيها الذهب معناتها غانا بياسور خرجوا من هذا الذهب قارة السمراء كلها ني سورتو غانا كلها كو دي ريشيس كنوز والكثير من الفقر المعادلة حاول تفهمها ما تفهميش صحيح
تلقى لها تفسير واحد اللي هو ربي فضل السرق. يلا حاضرين البنات مرة أخرى، السؤال الأولوية يديكم على البزر. السؤال يقول وقتاش نحتفلوا في تونس بعيد الأم؟ صابرين آخر أحد في ماي. صحيح. آخر أحد في شهر ماي، جواب صحيح. يا سي محي الدين فرصة أخرى باش تعدل النتيجة. سي محي الدين لازم نجاوبوا توا. إن شاء الله ما فيهش. على ديك الحاجة يا صابرين. إن شاء الله أسئلة سهلة زيدا. معليش زهر. يلا 30 ثانية باش تعدل النتيجة سي محي الدين. السؤال يقول وقتاش تأسست جامعة الدول العربية الاقتراحات؟ عام 1945، 1973 وإلا 1984؟ علاش هما تقولوا مع الخفاش؟ 45. متأكد منها 45؟ والله بخي سنتيمون كالعادة. لا 45. خاطر كان بخي سنتيمون خنبدلو. لا بعد الحرب العالمية الثانية هيك هو. لوجيك. صعيب 73 وصعيب الأخرى بعد ياسر 45. ما تخيبوش حتى كان غلط قولوا صحيح. معلم سي الاخرى خاطر كان غلط قولوا صحيح. جواب صحيح 1945. عطاك تحليل منطقي. قالك لك بعد ياسر هي 22 مارس 1945. دونك تعادل 1-1. كان بريسونتيمون نتاعو ما طلع صحيح. بريسونتيمون مشى معاه. يا حاضرين البنات، سؤال باش يفصل المباراة، سؤال البراج. سؤال هذا يا سي محي الدين وسي خميس، اللي باش تاخذ الأولوية من البنات ويجاوبوا صحيح المتباري اللي معاه يكون هو الفائز بال 600 دينار، إذا جاوبوا غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز بال 600 دينار، ولكن حتى الخاسر عنده كادو نتاعو ما يروحش متغش. اتفقنا؟ اتفقنا. يا سيدي البنات حضروا لي رواحكم، تغزروا لي ليا انا ما تغزروش للرطور. السؤال يقول شنو هو معنى اسم هيثم؟ نزيد نسهل لكم، هو طائر. اي كيف انت جاوبتنا شو نعملوا احنا؟ شنو نوع الطائر ومن المخترين ويحبوه في الخليج؟ صقر. جواب صحيح. اش بيك يا سوس؟ انفلتي. ركز يا سوس، رجعت للراديو. سي محي الدين. يا سي محي الدين لازمك تجاوب صحيح تو باش تاخذ 600 دينار. سي محي الدين السؤال هذايا 30 ثانيه يفصلوك على 600 دينار. السؤال هذا كان جاوب صحيح تكون انت الفائز ب 600 دينار، كان جاوب غلط اوتوماتيكمون سي خميس يكون هو الفائز ب 600 دينار من اهداء اتصالات تونس. والله لي ديما كيسيون باراج راهو يعملوا بالعاني. كان عندي القدره اني نبدل الاسئله في الانستونتين بدل ما من نجم ان شاء الله غلط. ربي. يلا السؤال يقول بشنو لقبوا الامام الشافعي الاقتراحات؟ عالم الاسلام، عالم قريش، والا فقيه الاسلام؟ تعرفها شنو لقب الامام الشافعي؟ اما يكون فقيه الإسلام. حتى اني خممت فقيه الاسلام ولا عالم الاسلام، مش عالم قريش ما نتصورش. فقيه الاسلام نمشوا في فقيه وعلى ربي. على ربي هكا هو. شنو هو لقب الامام الشافعي؟ يعطيني جواب نهائي. فقيه. لا نتصور عالم الاسلام. هلا ابو فرود الازواج. يا سي باش تبدل رايك بدلوا عالم الاسلام ولا لا؟ فقيه الاسلام. اسمع انت تبعوا خاطر انت بدك ما عندكش المعلومه. لقبوا الامام الشافعي، انت قاعد تشك بين عالم الاسلام صحيح. وعالم قريش. عالم قريش. لي هذول هي صحيحه. كل عالم يتنهد. سي محي الدين. نعم. دوماج. الإمام الشافعي لقبوه عالم قريش للأسف. جملة واحدة. لم يلقب بفقيه الإسلام ولا بعالم الإسلام. ألا غالب ها؟ ألا غالب. سيخ مايز. ويخم. خويا مبروك عليك 600 دينار كاش. مبروك. سلة تونس. مبروك عليك سيخ مايز.
اي على شكون تحب تسلم سي خماي؟ ساي عايشك ونسلم على الدار الكل ونسلم على مرتي ولادي ونسلم عليكم انتم. ميرسي عايشك ان شاء الله مبروك. ان شاء الله مبروك عليك. اي ان شاء الله مبروك عليك سي خماي 600 دينار من اداء اتصال تونس. سي محي الدين. سي محي الدين. نعم. انت زاد كنت متباري ممتاز محليك على الاخر. ها ان شاء الله اسمك ان شاء الله اسمك يخرج في القرعه نتاع السياره ان شاء الله. يا ريو قيمتها 50000 دينار ولكن تروح بالكادو نتاعك بون داشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصال تونس. مبروك عليك. ميرسي ميرسي صابرين ميرسي. اي على شكون تحب تسلم سي محي الدين؟ نسلم من بنزرت لاخر نقطه في الحدود. اكبر قلبك الشعب التونسي الكل. ربي يصبرك. برافو ميرسي بوكو سي محي الدين محلاه كلامك. جو رميرسي انفينيمون اللي فاهم. ربي يفضلك سي محي الدين وانا نسلموا عليك برشا ان شاء الله. مبروك عليك البون داشا قيمته 100 دينار للمتبارين اللي باش يلعبوا توا ومن بعد باش تلقاو دي زانديس على ستوريات في الانستغرام تاع تونيزي تيليكوم باش تونيزي تيليكوم تي تي وين باش تحاول تسهل عليكم الماموريه تقرب لكم قدر المستطاع الاجابات. ها صعب علي انا ولكن الاوبجيكتيف واحد. حتى احنا باش ندخلوا نشوفوا تروحوا فرحانين. اثنين تربح واحده اتوال 600 اتوال واحد دياز ترتاح صغيره مع الموسيقى راجعين. 8:32 دقيقه عليا في محل راديو مازلنا واصلين معكم حتى للتسعه متاع الليل. اثنين تربح واحده اتوال 600 اتوال واحد دياز كياريو قيمتها 50000 دينار تستنى فيكم من اهداء اتصالات تونس. باش نمشيو لولاية بنزرت 24 سنة ربت بيت عروسة 3 شهور قال يا لله. مدام ليندا أبو العريس شعبك مدام ليندا؟ عزيزة يا عروسة عزيزة لاباس؟ الحمد لله. باهي العرس؟ باهي اسمك تسالها بعد عام ونص عامين قالك شو باهي 3 شهور ما زلت عروسة وتشوف في وجه السوق. يزي يزي سبق الخير يزي قديش قديش بيسيميزم على الاخر تقول في الحقيقه. اي مدام ليندا حاضره للمباراه؟ اه بكل حزم. بكل حزم قال لك بكل حزم. اقعد معنا ليندا ما تعلقش التليفون باش نمشيو للحمامات. 45 سنه عامل يومي عنده زوز بنيات ربي يفضلهم له سي طارق الخليفي. شحال سي طارق؟ اهلا وسهلا شحوالك لاباس؟ والله الحمد لله. انت شنو حوالك الساعه؟ الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. والله انا اليوم فرحان محضر روحي للمباراه دي ان شاء الله. اه داخل في فورمه. اه داخل في فورمه قالك محضر روحه سيطر ان شاء الله. انتو كام معنا حد يروح مغشر الناس كل تروح بالكادوات؟ ها ان شاء الله ان شاء الله. اه يا سي طارق حضر لي روحك مدام ليندا حضر لي روحك باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي باش يعطيني ثلاثه اجوبه صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع ساوسن والا مع صابرين. يلا نبدا بك انت مدام ليندا ليديز فيرست 10 ثواني. السؤال يقول سمي لي ثلاثة شعب علمية. في الباك نقاوم فيس رياضيات ايكونومي. ايكونومي دونك زوز اجوبة صحيحة في ستة ثواني. شنو ما قالت ايكونومي وقالت الرياضيات؟ ايكونومي رياضيات. ايكونومي رياضيات في ثمانية ثواني. في ثمانية ثواني في ثمانية ثواني هكا ولا سيد المعد اعطيني مثالش في ثمانية ثواني. يلا سي طارق اهلا وسهلا. اه يا سي طارق 10 ثواني. سؤال يقول سمي ثلاثة شهايد ياخذوهم في المكتب. ثلاثة شهيد سيزيان و ونفيام والباك. والباك برافو. والباك نفيام سيزيان باك هما الشهيد. احنا نحكيو على شهيد اخرين كلا امتياز و تشجيع امتياز رضا. مش مفهوم الكيستيون. مش مفهوم الكيستيون. لا انا بدي فهمت هكيك وبعد كي هو قلت زي في المكتب قلنا خليته الوليد سيك خد بالكش يا عرفت ما هما شهيد في المكتب قلنا في المكتب. اه شهيد في المكتب تشجيع امتياز. اي في المكتب. يلا ميسير شو سؤال جوست باش نختاروا مع شكون نلعبوا ميسير ما زالت المباراه. اه يا مدام ليندا مع شكون تحب تلعب ساوسن ولا صابرين؟ صابرين.
مع على ربحي صابرين مدام ليندا مع صابرين سي طارق مع ساوس سي طارق مراجع دروسه قال لك سي طارق محضر روحه ساي كبير يلا السؤال الاولويه مدام ليندا سي طارق تقعدوا تسمعوا فقط البنات يديكم على البزر السؤال يقول مرأة عاقر تنجم بنتها تجيب صغار هي ما عنديش بنتها هي ما تنجمش تجيب صغار أصلا بسرعة بسرعة آية أنت معك مدام ليندا مدام ليندا معك سي طارق صابرين مدام ليندا معك مدام ليندا مع صابرين هكا ولا مدام ليندا مدام ليندا مدام ليندا تسمع فينا تسمع عنا تو مدام ليندا تسمع فينا يلا عندك 30 ثانية سؤال هذايا تتشاور فيه انت وصابرين تعطيني الجواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت السؤال يقول شكون العالم اللي اكتشف البنسلين اقتراحات باستور والا فليمينغ والا الرازي مش الرازي سكيت شو مش لويس باستور دونك الكسندر فليمينغ نورمالمون كي كاولي مدام ليندا الكسندر فليمينغ فليمينغ تحب الفلامينغو على الاخر ا بارتير من تاو اللي اكتشف الانجو علاش قعدت تخمم حسيتك نورمالمون في قرايتك هذه تي اي نعرفها ديجا تعرفها تي بار اليمناسيون لا لا نعم في سسبانس سسبانس جواب صحيح الكسندر فليمينغ جواب صحيح عام 1928 نقطة المدام ليندا وصابرين مازلنا صفر من النقاط الساوسن وسي طارق سؤال الأولوية مرة أخرى البنات يديكم على البزر السؤال يقول قديش نتيجة 45 في الواحد على 3 15 صحيح طارق حظ الروح وقعدك هيك يا طارق يا اخويا اغزر هاك ولاك تروح بالكادو نتاعك كان جاوبوا صحاح صحيتك تروح فرحان وان شاء الله اسمك يخرج في القرعه نتاع السياره ان شاء الله يلا صابرين وليندا السؤال هذايا على 600 دينار 30 ثانيه تتشاوروا مع بعضكم تعطوني الجواب النهائي السؤال يقول شكون كاتب رواية جريمة في قطار الشرق الاقتراحات توفيق الحكيم محمد شناوي وإلا أغاثا كريستي تعرفها ولا مدام ليندا ما نعرفهاش القصة ما هيش توفيق الحكيم مش هو خط نعرف الكتب بتاعه دونك يا محمد شناوي يا ما أغاثا كريستي نتصور أغاثا كريستي اش قولك انت ليندا مش نسمعوا فيك بالقديش شنو قلت ما نعرفيه ما تعرفيش دونك تمشي معايا مش معاك أغاثا كريستي انت من الاول شكيت في محمد الشناوي قلت بوتيتر يا هو يا أغاثا كريستي ما نعرفيش الكتاب ما نعرفوش يظهر لي مترجم ما عنيش كتاب في العربي محمد الشناوي معروف على الاخر صابرين شكيت فيه انت ساعة معناتها هاوس تريس هاوس اي فما واحد ما يعرفش محمد الشناوي ولا لا نعرف بحق كاتب شنو كاتب محمد الشناوي ما تعرفوش شكيت فيه انت راك والله ما نعرف القصة هيك ظاهرة معناها قطار الشرق اي والاسم شرقي شوية شناوي ليه محمد الشناوي الليلة محمد شناوي صابرين اي لعب محمد شناوي هو اللي ماركيلو السليتي قلت لك لعب ولا جواب صحيح أغاثا كريستي جواب صحيح مبروك عليك يا ليندا 600 دينار كاش من إهداء اتصالات تونس مبروك عليك ليندا يا ليندا على شكون تحب تسلم أنا بتعلم على بدل ما أعرفه
اي واحنا نسلموا عليك برشا ان شاء الله مبروك عليك. شنو ما؟ نحب الناس الكل تعمل اغنيه لهيثم ايوا حاضر تنعمل ميرسي بوكو ليندا ان شاء الله مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. طارق اهلا وسهلا خويا، كنت متباري محليك رغم اللي ما شاركتش انا غالب فما ربح فما خاسر صابرين انت زاد تروح كان فرحان بوندا شا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس مبروك عليك. مبروك وان شاء الله اسمك يخرج في القرعه نتاع السياره خويا ونمد لك انا المفتحات. شكرا. هاي على شكون تحب تسلم طروق؟ هاي سلم على العائلة كلها وعليكم وان شاء الله يرفع علينا ربي البلاء. امين يا ربي امين بهالكلمات الحلوة من طارق الخليفي واللي انت زادة كنت حب تكون كيفو اتوال 600 اتوال واحد دياز ترتاحة صغيرة مع الموسيقى. مازلنا واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل ما تبعدوش. ثمانية وتسعة واربعين دقيقة على FM أحلى راديو، مازلنا واصلين معكم في ربع ساعة الأخرى من العب هي لثنية الربح واحدة هي اتوال 600 اتوال واحد دياس مع اتصال تونس. حتى حد ما يروح متغشش باش نمشيو مباشرة للسكرة. 69 سنة روتريتيه من وزارة التربية، عنده زوج صغار وثلاثة أحفاد ربي يفضلهم له. سي محمد فوزي معاوية أهلا وسهلا لاباس؟ الحمد لله. عيطولك سي محمد ولا عيطولك فوزي؟ انا منهم والله كل واحد كيفاش. ولا سي محمد فوزي؟ هيك سي محمد فوزي. يلا حاضر للمباراة ان شاء الله. يلا سي محمد فوزي يقعد معنا ما تعلقش التليفون باش نمشيو لسيدي بوزيد 25 سنة معلمة مدام هدى زبداني. شكرا مدام هدى. عسلامة. اهلين 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 وسهلين. لاباس لاباس مدام هدى في فورما في عطلة عاد هي تاو مرتاحة. معلمة صعيبة ولا سهلة الساعة؟ سهلة. وتقري الأقسام أنا هما سنة أولى ثانية ثالثة دوزيام دوزيام اي تخوازيام فرونسي. تري بيان. يلا مدام هدى وسي محمد فوزي باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي باش يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة عنده حرية الاختيار يلعب مع صابرين وإلا مع سوسن. حاضرين؟ يلا عمي. نبدأ بك أنت مدام هدى ليديز فيرست. ها؟ ها أوكي. إيه يلا السؤال يقول سميلي ثلاثة حيوانات تعيش كان في الغابة. الأسد الثعلب والذئب. أسد ثعلب شو كل أنواع الحيوانات اختارتها؟ أربعة. خطر موت. خطر موت صحيتك. ثلاثة أجوبة صحيحة في أربعة ثواني. يلا سي محمد فوزي. سي محمد والله. يلا عشرة ثواني سي محمد. السؤال يقول سميلي ثلاثة أغنيات فيهم كلمة ليل. كلمة ليلة. أي الليل. أهي ليل نعمة. أي الليل عمين شواشي. اي و انتهت توقيت شوي. يلا مثال الجوز اجوبه صحيحه في 10 ثواني لسي محمد ومدام هدى دونك في 4 ثواني. دونك عندك حريه الاختيار تلعب مع صابرين والا مع سوسن مدام هدى. هاي مع صابرين. مع صابرين مدام هدى. مع صابرين سي محمد مع ساوس. نجم ترحب سي محمد لا ساوسن ان شاء الله يا ربي على ديك الحجوة سي محمد. يلا سؤال هذا سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. دونك سي محمد ومدام هدى تقعدوا تسمعوا فقط البنات يديكم على البزر. السؤال يقول أنا هاي الولاية التونسية المعروفة بالجبن والقوطة. بيجا. بيجا جواب صحيح. مع المقلاة سوسة. مخبيخ وتشخشيخ هيدا بيصير. يا سي محمد. تيجي انت مر لي فيه. لين بعد احكي لي عليها ذا في بالي شبيه. يلا سي محمد. يا سي محمد 30 ثانية السؤال هذا على نقطة تشاور فيه انت وسوسة تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. حاضر. حاضر سي محمد. سي محمد. حاضر ولا ايه؟ حاضر. يلا
30 ثانية. السؤال يقول أنا هو بحر الروم. الاقتراحات: البحر الأبيض المتوسط، بحر قزوين، وإلا البحر الأحمر. سي محمد، سي محمد، عندك فكرة على الإجابة ولا لا؟ لا عندي فكرة. الروم معناها باش نقاوم في تركيا. اي بحر، بحر الأبيض المتوسط. ايه سمحني شو قلتي؟ بحر الأبيض المتوسط مش معروف بحر الروم. بحر الروم شو قلتلي سمحني؟ سي محمد يلا اعطينا جوابك النهائي. هي اختارت البحر الأبيض المتوسط بين بحر قزوين والأحمر، انت شنو تختار؟ انا اختار قزوين. انت تختار بحر قزوين. سي محمد سموه العرب قبل بالاسم هذا على خاطر الإمبراطورية الرومانية كانت مسيطرة عليه، هو البحر الأبيض المتوسط. للأسف جوابك غلط سي محمد. سوسن كان جوابها صحيح، كان لازم تتبعها. ميسالش مازالت المباراة، مازالت المباراة سي محمد. يلا نواصلوا المباراة. البنات يديكم على البزر مرة أخرى. سؤال الأولوية، السؤال يقول أنا هو العضو من بين اليد والفك اللي كيف نقراه بالعكس يولي عضو آخر. الفك جواب صحيح، اللي هو الكف. اقرأ الميكرو. الفك. الفك جواب صحيح. يلا مدام هدى يولي الكف. معناها الفك يولي صحيح. يا مدام هدى 30 ثانية. سؤال ذي على نقطة تتشاور انت وصابرين. سؤال يقول شكون اللاعب اللي سجل اكثر اهداف في تاريخ كرة القدم؟ الاقتراحات: محمد صلاح، دافيد بيكام، وإلا جوزيف بيكان. شكون اللاعب اللي سجل أكثر أهداف في تاريخ كرة القدم؟ تعرف ولا ما عنديش حتى فكرة. ثم لاعب سجل 805 هدف. اسمع ما عنديش حتى فكرة أو على خاطر تشيزي تيليكوم حاطت أنديس في في الباج متاعها دونك ليها هي اللي كتبت. إني نتصور جوزيف بيكان. جوزيف. جوزيف. جوزيف هيك حطيت لك خيجيبها صحيحة وصيبة. ثالثة ثالثة تحبش هيك الثالثة. شوف مدام هدى باش تبعها وإلا لا تمشي معها. تحب المدام هدى. جوزيف بيكان لعب المنتخب النمساوي جواب صحيح. نقطة. كنا نقولوا ميرسي تونيزي تيليكوم رسالة على صابرين. هاشتاج ميرسي. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى، المباراة ما زالت متواصلة. السؤال يقول شنو اسم المرأة اللي ما تولدتش كيف البشر الكل؟ حواء. حواء جواب صحيح. برافو ساوس. برافو ساوس. أي سي ما تعرفش عليها تجم ترجع لك اللي كنت حاسة هكا الحكاية. سي محمد فرصة باش تعدل النتيجة. سي محمد 30 ثانية تتشاور انت وسوسن تعطيني الجواب النهائي. السؤال يقول شكون مؤسس مدرسة التحليل النفسي؟ الاقتراحات: ديكارت، سارتر، وإلا فرويد. سي محمد عندك فكرة على الإجابة ولا تختار الخط؟ شكون؟ فرويد. حتى أنا فرويد نقول. بزرك مدام كانكم متأكدين. العب يلا فرويد. مؤسس مدرسة التحليل النفسي هو فرويد. جواب صحيح. برافو. نقطة التعادل. واحد واحد يا سيدي. ها؟ السؤال الحاسم. سؤال الحاسم، سؤال البراج، سؤال هذايا إذا كان واحدة من الكرونيكوز أخذت الأولوية وجاوبت صحيح والمتباري اللي معاه جاوب صحيح يكونوا هما الفايزين بال 600 دينار. إذا جاوبوا غلط أوتوماتيكمون فريق المنافس يكون هو الفائز بال 600 دينار. البنات يديكم على البزار تغزروا لي لهنا. سؤال الأولوية، سؤال يقول شكون أقل وزن، الأكسجين ولا الهيدروجين؟ الأكسجين. الأكسجين يا طبيبة. غلط طبيبة.
فهمت شنو قرات. ما قريتش على الاكسجين والهيدروجين بحق قريته في البروميير اني. ليلتها 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 ليله تعالي باش تبت في اي اف صحيح تبعثوا لها مش مروحه المهديه مش مروحه المهديه شو لها في استديو هما باش تلقاها حضرت لها سيكانه في البيت صحيح. وش هذا وش هذا وين يجيب الشهاده قطعها صحيح تقعد ساكته توا هكا يلا مدام هدى مدام هدى لا سامحني سي محمد سي محمد سي محمد فرصة من ذهب يا سي محمد لازمنا نستغلوها يلا 30 ثانية سي محمد السؤال هذا يفصلك على ال 600 دينار كان جاوب غلط مدام هدى اوتوماتيكمون تكون هي الفايزة بال 600 دينار السؤال يقول شنو أضعف الحواس عند الطيور الاقتراحات الشم السمع وإلا البصر عندك شي فكرة سي محمد أضعف حواس عند الطيور أضعف النظر يستحيل أقوى شيء النظر أما الشم وإلا قلب شنو فعلت الشم سمع 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 الشم ولا البصر شم إنه هكا نقول النظر بالشم نمشي معك يلعب يلا الشم أضعف الحواس عند الطيور بين الشم والسمع والبصر سي محمد وساوس نختاروا الشم الحفيد بحذيك سي محمد ولا ما همش بحذيك لا بعد بعد علي قاعدين يسمعوا هاي مال عزيز هم خرج بطل اليوم مبروك عليك مبروك حاسة الشم يجب صحيح مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس سي محمد بارك الله فيكم فريمون بارك الله فيكم سلام مبروك عليك عايشك سي محمد نسلموا عليك برشا مدام هدى انت زاده ما تروحش متغشى بوندا شا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس مبروك عليك مدام هدى الفايز معنا في الديجيتال البارح منار سلطاني من الكيف 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس مبروك عليك يا منار ساوس المصمودي ميرسي بوكو سابرين نجم من بيتك محذية الليلة نحب تحية كبيرة للباكو فيس الكل نسلموا على عزة تويتي زهرة درة ويام إيمان سفيان يعطيكم ألف صحة نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت رخصة منس كل باي باي